كان في النادي الاهلي قرعه الدوري الممتاز، فجبت طبعا النادي الاهلي في الدور الاول كل ماتشاته، والاسبوع الاول من الدوري الممتاز، وماتشات الاهلي في السوبر الافريقي اللي هو يوم الجمعه الجايه، وماتش الاهلي في دوري الابطال اللي هو يوم 24/9. يعني عملنا زي الاجنده بتاعت الشهر ده، يعني عشان الناس تبقى متابعه معانا. احنا هنتناقش بقى في الاجنده دي. خلينا نبدا بالاهلي واتحاد الاتحاد الجزائري والسوبر الافريقي ان شاء الله الجمعه القادمه، عشان دي المباراه يمكن الاقرب دلوقتي. هبدا معاك بسؤالي عن هل لما باجي الاعب فريق منافس حتى وان كانت يعني مباراه بطوله زي السوبر الافريقي، لكن في فارق كبير جدا في المستوى، في فارق كبير جدا في عدد البطولات، ويعني في برضو خلينا نقول الفنيات وغيره، هل انا مفروض ادخل مطمن؟ يعني انا بتكلم ان انا 8 مرات حاصل على هذه البطوله، يعني على الصعيد الثاني دي اول مشاركه للاتحاد الجزائري، ففي فارق كبير جدا، هل انا مفروض كده اضمن هذه البطوله وهذه المباراه، ولا الموضوع لا يقاس تماما بهذا الشكل كمان وحصلت قبل كده على مدار السنوات خلينا نقول او الازمنه السابقه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن في كره القدم مفيش حاجه مضمونه. ليه؟ لان بدايه الماتش دوت جاي في بدايه موسم، وفتره اعداد لسه الفرقه عامله، وفي لعيبه كانت في المنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي، ففي توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي طبعا باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله، لكن توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي توقيت صعب، لان في حاجه اسمها فورمه المباريات محتاج اللعيبه ياخدها، فهي جايه في توقيت صعب جدا بعد فتره اعداد قصيره مش كبيره جدا، بعد بطولات النادي الاهلي السنه اللي فاتت 5 من 5، فبالتالي هو ماتش صعب مش ماتش سهل. وفي زي المهاجم اللي لسه جاي امبارح، لسه المفروض ان هو هيسافر مع الفرقه، لسه ما تاقلمش مع الفرقه، فكل دي صعوبات، لكن دايما احنا متعودين النادي الاهلي دايما ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيل، ودايما متوقعين ان شاء الله فوز النادي الاهلي. في ضوء على ذكر الصفقات الجديده طبعا رضا سليم وامام عاشور ومؤخرا المهاجم الفرنسي، يعني في رايك كده ان شاء الله انعكاسات وجود الثلاث اسماء دول ضمن سكواد النادي الاهلي هتكون واصله لفين؟ وهل ممكن نشوف ان هم بيبادروا بالمشاركه مع بدايات انطلاق الموسم الجديد في كل البطولات، ولا ممكن يبقى في تاني في التطعيم بيهم في السكواد؟ هو في كمان اكرم توفيق كان مصاب وما لعبش من السنه اللي فاتت، فاعتقد انا وجهه نظري يعني كمدربين، يعني لما باجي بحط حد بحطه سنه سنه، يعني مثلا مش هقدر ابدا بالثلاثه مره واحده، يعني المهاجم لسه اعتقد ممكن ياخد ربع ساعه 10 دقائق، امام عاشور برضك لسه يعني ما دخلش قوي محتاج برضك وقت، نفس الحكايه رضا سليم هو لعب الجيش وفوزنا 1-0، لكن اعتقد ان المدرب بيبدا يحط اللعيبه. ولا احنا هم كمان لحقوا المعسكر، ففكره الاندماج اتحققت في حالتهم. هو رضا سليم طبعا، وطبعا امام عاشور كان معاهم، لكن المهاجم لسه جاي. انا بكلمك على امام وعلى رضا. اعتقد ان هم هياخدوا وقت يعني شويه شويه عشان يخشوا في التشكيل الاساسي، لان النادي الاهلي نهائي الموسم 5 من 5، فبالتالي هو عنده قوام الفرقه جاهز، التشكيل اعتقد ان هو واضح للجميع، فبالتالي لو هو هيبدا يديلهم هيبدا يديلهم بالتدريج، يعني شويه شويه، مش هيبدا يديلهم من اول المباريات على طول.